ارتفاع جنوني في الأسعار. جشع التجار. توحش الدولار. شعوب تستغيث. محمد أنقذنا يا سيادة الرئيس. صفقة بالملايين. صفعة للملايين. صفعة للملايين مرة أخرى. علاقات سامة. كاسيو nos ha dado relojes. أخبار غير هامة. كتب كتابي على سيد حسام حبيب. تهديدات نووية. أرجل دجاج مقلية. عودة كورونا. بطلوا مكرونة. مكرونة مين؟ احتباس حراري. بس اسمها موتة. موسم جديد من الصليط الإخباري. كل هذا وأكثر في 2023 قريبا في جميع دول العرب. بطلوا هري بقى. حلقة جديدة. كل عام وانتم بخير بمناسبة بداية 2023، وزي ما بقولوا A new year, a new me، يعني سنة جديدة، نيكولاس جديد، صليت جديد. وأكيد كلكم بتحبوا نيكولاس خوري زي ما كلكم بتحبوا حسام حبيب. طبعاً هم عم بيحكوا عن حسام حبيب، أنا بحبوني. لا ما نحبه. موسم جديد، شو الجديد بالموسم الجديد؟ إذا نفس المقدمة ونفس المقدم ونفس الخلفية ونفس الشباب اللي بتسبني ورا الكاميرا. خلاص فهمت. بعرف يا جماعة الخير إنه ما في جديد، بس العالم عم تعصف فيه أزمة اقتصادية حادة. لولاها والله كان عملت كتير تغييرات، كان قدرنا نجيب بادجت وأعمل تغييرات، كان شفتوا مقدمة جديدة وخلفية جديدة ومقدم جديد، كان جبت كريستيانو رونالدو شخصيا يسيبني ورا الكاميرا بدل هدول الانسيفيلايزد. بعدنا ما نحبه. كان شلنا جويس المخرجة وجبنا محلها ميسي يحكي لنا كاميرا واو. المهم يا جماعة الخير، إحنا عم بنعيش بأزمة. هاي الأزمة تسببت بتضخم، وهذا التضخم عمل انكماش للطبقة الوسطى. نيكولاس أزعجتني، لا تقعد تستعرض. إذا ما دخلت في الموضوع أنا راح أسحب كل استثماراتي. لا تنرفزني يا جاسم. إذا بتسحب استثماراتك هذا الإشي بعرقل النمو. أنا معاك. وهذا الشيء حيخلينا كلياتنا طبقة واحدة. خلاص يا جماعة نحكي جد، بكفي مسخرة. الأزمة الاقتصادية الراهنة طحنت العديد من الدول، خاصة الدول اللي اقتصادها هش أصلاً. وطبعاً أكتر فئة بتدفع ثمن القرارات الاقتصادية السيئة هم الفقراء قديماً والفقراء حديثاً، اللي كانوا طبقة وسطى وصاروا فقراء. ولكن عزيزي العربي الفقير البسيط محدود الدخل مغسول الدماغ، في بقعة ضوء، في طوق نجاة، في بصيص أمل. هو بصيص بس موجود، بس انت حاول هاي الفترة تركز على الأولويات. أولوياتنا إيه؟ طلباتنا إيه؟ النهاردة مثلاً عايز عندك مثلاً مكان جديد وبيت جديد، بدل ما كنت داخل أشتري ثلاث أربع مثلاً، لا اشتري شاشة واحدة النهاردة وأجل الباقي. بالضبط زي ما سمعت أخوي العربي البسيط محدود الدخل مغسول الدماغ. خلينا بالأولويات وبلاش هيك بحترة وبعزقة وتبذير. بلاش يعني شاري بيت جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بلاها السبع شاشات. مش ضروري شاشة بكل أوضة، شاشة واحدة بتكفي يا سيدي. شاشة بالليفينج روم، وشاشة بالماستر روم، وشاشة بغرفة الأولاد، ثلاثة ضروري سبعة. لا ما هو بدنا نركز بالأولويات، احنا نمر في مرحلة اقتصادية تطحن الفقير. ويا سيدي ناوي انت والمدام والأولاد تروحوا المالديف، ضروري فندق سبع نجوم؟ ماله الخمس نجوم؟ ماله؟ أولويات. ويا سيدي سيارتك البورش خربانة،
ضروري حبكة تنصلحها بالوكالة، أي ميكانيكي، أولويات. ويا سيدي كلبك مريض الله يشفيه، ضروري نعالجه برا، نعالجه جوا هالمرة. أولويات. شو يا أحمد موسى؟ شو يا أحمد موسى؟ أستاذ أحمد موسى، شو يا أستاذ أحمد موسى؟ إحنا بنحكي عن المواطن الفقير الغلبان اللي مش قادر يشتري أكل عشان يسند طوله عشان يحافظ على صحته. احكي له كلام مفيد يا أستاذ أحمد موسى، فيده بإشي بخصوص صحته، تفضل. مهم للصحة النهاردة صحتك تبقى كويسة. عبقري. مهم للصحة إنه صحتك تبقى كويسة. الله الله يا أحمد موسى، أنا برأيي تستقيل من مهنة التطبيل وتقدم لوظيفة تانية وتحكي لهم أن لديك القدرة للعمل أو على العمل كحمادة هلال تحت الضغط. الله الله يا أحمد موسى، يا أحمد موسى حبيبي أبوس إيدك، ركز معي، أنا عم بحكي بالأساسيات مش بالكماليات، عم بحكي عن أكل الفقير أو الأكل اللي بيعتمد عليه الفقير اللي صارت أسعاره مبالغ فيها، كالرز، السكر، المكرونة. هون شو يعمل الفقير يا أستاذ أحمد موسى؟ احكي. أنا من الناس اللي بقالي داخل على سنة هو السكر بالنسبة لي كنت باخد 5 معالق في كل كوباية شاي أو يعني أي حاجة بقى. 5 معالق في المرة الواحدة. عايز أقول لكم النهاردة يا بشرب الشاي بالعسل، بالعسل تاني بقول أهو، وبقى موضوع مفيد جدا جدا، بكلمكم بجد. أو السكر البني أيضا، القمح، عيش القمح يعني ايضا، الحاجات اللي قللتها، الرز خلاص امتنعت عنه طبعا، فيش مكرونه. هول مكرونه مين استاذ احمد موسى؟ شو رايك تاكل خس؟ انت اي نظام بتطبل له حتى لو كان نظام غذائي يا اخي؟ تعبت معك، تعبت. قلت لي الفقير اللي معوش يجيب سكر يستبدل السكر بالسكر البني والعسل. كان معكم أحمد ماري موسى أنتوانيت اللي عايش باللالا لاند ومش فاهم الفقير، مش فاهم شو يعني كلمة فقير. عشان هيك شيلولي الأستاذ أحمد موسى وجيبولي واحد تاني، جيبولي حدا فقير عشان يفهم الفقير، أو على الأقل كان فقير، حدا عاش في عمق الريف، عمق المأساة، عمق الفقر المدقع، عمق الألم. هذا بيقدر يعطي بدائل للفقير لأنه فاهم شو يعني فقير. دخلولي واحد فقير أو كان فقير. جاسم أنا؟ لا مش أنت طبعاً، قصدي تقترح حدا. مصطفى بكري. هذه لحظة تاريخية مهمة، أزمة بنعاني منها، بس مش نهاية الكون ولا حتكون نهاية الكون. احنا تربينا واحنا صغيرين على البتاو والمش والجبنة، كنا بناكل الشلولو. شفت يا أستاذ أحمد موسى، لما فقير فاهم الفقير وبنصح الفقير. شفت يا أستاذ أحمد موسى، هيو أعطى الفقير بدائل، أعطى المش والبتاو والشلولو. بس كمان يا أستاذ بكري، هاي تعتبر حلول مؤقتة مش حلول جذرية، لأنه افترض صارت أزمة تانية، مصيبة تانية، مثلاً الصين دخلت على تايوان، أو شكيرا رجعت لبيكيه، أو شيرين رجعت تركت حسام، وهذا الإشي أدى إلى ارتفاع ملحوظ ببورصة الشلولو عالمياً وارتفاع أسعاره. هون الفقير شو يعمل؟ بدنا حل جذري يا أستاذ بكري، أنت فقير وفاهم علي، من فقير لفقير، بدنا حدا تاني يحكي مش أنت، بدنا حل. المواطن عم بيشكي، هناك شكوى محقة، شكوى لازم حدا يسمعها، شكوى لازم نلاقي لها حل، حل مستدام. قدامك شكوى وقدامك شكر، الاتنين بيبدأوا بحرف الشين، شكوى ولا شكر؟ نشوف الشكوى بتعمل إيه؟ الشكوى هذه بتتسبب في غضب الله عز وجل، لأنك تقوم بالتشهير بالله عز وجل. بصراحة أخوي الفقير خالد الجندي هاي المرة معه حق، آن الأوان إنك تشكر، تشكر من كل قلبك، تشكر بأعلى صوتك، روح على أعلى منطقة في مصر واشكر، جيب مايك وسمعتين وبأعلى صوتك أشكر، ضلك أشكر للصبح، أشكر لتاني يوم، أشكر. هلأ رح تحكي لي يا نيكولاس أنت شو فرقت عن أحمد موسى؟ أنا فقير من وين أجيب سماعتين؟ بكل بساطة جيب مارد وحكي له أوي السماعات سبيكر، خد سماعات نقية وقوية الصوت. يا شيخ خالد، الفقير لما يشكي هو ما بيشكي على الله، هو بيشكي لله. بس أنت شو فهمك؟ بالنهاية كبيرك جندي، الراجل اللي يقول آه أنا شيخ السلطان، مين عملها؟ الحمد لله، الفقير إلى الله. بس يا جماعة مين حاسس إنه في إشي غريب هاي المرة؟ إنه بالعادة لما يصير في أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار، صح
بنعطي الفقير بدائل سخيفة، وصح بنحكي للفقير يشكر ربه، وإذا ما شكر ربه بكون جاحد ومجدف وزنديق وملحد وكافر. بس في شغلة بالعادة بنعملها هاي المرة ما عملناها، وين الشماعة؟ وين الطرف الثالث اللي نلوم عليه أخطائنا؟ بدي شماعة أنا يا جماعة الخير، ليه ما في شماعة؟ في بس أنت اطلب. في؟ في. عايز شماعات شبيكر. خود شماعات شبيكر. أثار منشور للصحفي المصري إبراهيم الجارحي عبر حسابه على فيسبوك حالة من الجدل على منصات التواصل الرقمية بعدما كتب: عايز تمنع الدولارات من الخروج من مصر؟ بطل تشتري الشاورما زي ما بقول لك. أيوة الشاورما أم تومية دي. أوه شايفة قدامي خيارين واتنيناتهم بحرف الشين، عندك تختار شلولو أو شاورما. يعني من الآخر، يا أما بتختار الشلولو والدولارات بتروح لأبناء شعبك، أو بتختار شاورما والدولارات بتروح لمين؟ تبع التوم والشاورما السوريين. لحظة لحظة لحظة، لا لا لا، السوريين قلنا، السوريين شماعتنا نحن اللبنانيين، ومرات منعيرة للأتراك. مش مسموح نجي نحن هلأ نقطع على شماعات بعض، بعدين هيدي إنكم حدا يجي يسرق منا شغلتنا، هيدي السوريين، السوريين هن اللي بيسرقوا منا شغلتنا، ما فيكن ترجعوا تسرقوا منا شغلتنا. زهقتوا من شماعة الإخوان؟ كلنا زهقنا منها، بس بتروحوا بتفتشوا على غيرها، بتدبروا شيء إلكن، مش بتروحوا بتسرقوا لنا شغلنا، أنتوا والسوريين. بس على كل حال هيك بيصير فيه المشحر اللي ما عنده رئيس، الله يرحم أيامك بس يا بي الكل. خالدي ادخل أخبار دقيقة في دقيقة، هاي جملة نيكولاس وأنا سرقتها. قبل ما تدخل أخبار دقيقة في دقيقة، ضروري نحكي إنه هذا الكلام يمثل اللي كتبه بس ولا يمثل الشعب المصري، بالعكس الشعب المصري رد عليه وهزقه. مساؤكم لذيذ كطعم الشلولة. طلبت الإعلامية المصرية ياسمين عز من الفنانة العالمية شاكيرا حذف أغنيتها التي هاجمت فيها اللاعب السابق جيرار بيكي، وطالبتها بالاعتذار له ومناداته بياسي بيكي. عاجل، الإعلامي المصري أحمد موسى يتخلى عن البطاطس بعد ازدياد وزنه بسبعة جرامات. قال الأمير هاري في كتابه سبير إن شقيقه ويليام كان يطلب من أطفاله إنها تف على عمه هاري. شركة أبل تخفض راتب رئيسها بنسبة 40% ليصبح 49 مليون دولار. خالدي هالخبر صدق؟ جد بتحكي؟ ايه والله، عشان لا تلومنا على الميزانية. شوف مال أبل وملزل راتبه. انهي انهي انهي، الله يعيننا هالسنة. أنا لو بتشيلوا مني 40% بصير أنا أعطيك مصاري يا جاسم. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. خلينا نخلص. شكراً خالدي. إحنا حالياً بهاي الأيام عم بنعيش ذكرى الثورة التونسية اللي كانت شرارة الثورات العربية. بمناسبة هاي الذكرى، الشعب التونسي نزل على الشارع ضد النظام الحالي بقيادة المايسترو قيس سعيد. ملاحظة قبل ما تحطوا الفيديوهات، جزء من الشعب التونسي نزل، بلاش حد يحكي لي لا مش كلنا نزلنا. جزء هاي المظاهرات الاحتجاجية ضد تفرد قيس سعيد بالسلطة، وضد تهديد الحقوق والحريات، وضد انتهاك استقلالية القضاء، خاصة إنه كل هذا الإشي عم بصير بظل أزمة سياسية اقتصادية. طيب شو رد فخامة الرئيس قيس سعيد على هاي التظاهرات؟ نحن في حالة حرب ضد الفساد، جاهزين ومستعدين، وضد الخونة والعملاء، ولابد أن نعمل على تحقيق إرادة الشعب في استرجاع الأموال المنهوبة من الشعب. فخامة الرئيس قيس سعيد بدي أحكي لك كلام، وبدي أحكيه بألطف طريقة، وبتمنى يعني إنك تفهم إني مش عم بشخصن معك. أنا عن جد هيك بحس، أنا ما بفهم عليك، أنا صدقاً ما يعني مش عارف شو أرد على هذا الكلام، مش فاهم، صدقاً مش فاهم هذا الكلام لمين موجه. موجه للمتظاهرين بمعنى إنه أنتوا خونة وعملاء، ولا موجه للمتظاهرين بمعنى أنا حاسس فيكم بس إحنا بحالة حرب أصبروا معانا، ولا أنت عايش حالة إنكار ودينايل ومفكر حالك إنك عم بتقود هاي التظاهرات؟ أنا صدقاً مش فاهم عليك يا سيدي. بدي أكرمك بحسن الظن وأقتنع أنه أنت عم تحكي للشباب أصبروا لأنه إحنا بحالة حرب، تمام؟ احكي بطريقة مفهومة. شو بتخسر فخامة الرئيس؟ احكي
احنا بسيطين مش زيك، انت اكاديمي، احنا مساكين محدودي الدخل مغسول الدماغ. احكي معانا بلغتنا، ادخل على هيك مجموعه شباب واحكي لهم تحلوا بالامل مثلا. انتوا خليتوا فيها امل. تحيه شبابي لو تحيه. بمناسبة السنة الجديدة اطلعنا بفقرة جديدة واستثنائية، قررنا استثنائيا نتوقع تعليقاتكم قبل ما تكتبوها ونرد عليها، عشان هيك بمناسبة 2023 واستثنائيا ل 2023 اترككم مع الاستثنائية الضعصوقة مروة الحراتي وفقرة استثنائية. التعليق الأول معنا اليوم من أمل أسيرة الملل وبتقول فيه: شو يا مروة؟ نطرناك تحكي لنا عن اللي صاير بين شاكيرا وبيكيه، اللي صاير بين شيرين وحسام، اللي صاير مع ياسمين عز، اللي صاير مع منى العمدة. بس أنا ما فهمت ليه نطرتوني إلي أحكي لكم، يعني أنه ما فهمت أنه لأنه أنا بنت فتوقعت أنه هاي المواضيع أنا اللي لازم غطيها بالبرنامج، أنه عشان أنا بنت فخلص أنا تلقائياً بحب النميمة وهيدي المواضيع بتعني لي. كتير عايب عليكم على فكرة، بس يا ستنا ملا أنت اسمعي شو صاير. شاكيرا تركته لبيكيه، ليه؟ لأنه الأستاذ رايح يلعب بدايله ويخونه مع صبية صغيرة. هلأ أنا للصراحة مش كتير حبيت أنه شاكيرا بغنيتها، أي غنية؟ إن شاء الله فكنت يا سكتت، راحت عملت غنية بهدلوا فيها، بس بهالغنية حكيت على الصبية، أنا مش كتير حبيت، يعني أنا حسيت أنه لو منركز هجومنا على بيكيه بيكون أحسن. مهم حكيت على الصبية وقالت أنه بدل ساعة رولكس بساعة كاسيو، يعني هي الرولكس الغالية وهديك التانية الكاسيو اللي هي مش غالية، بيقوم شو بنط يعني كاسيو بينزعجه، أنا بيقولوا بالله حنسكت لك، لا ما بنسكت لك، بيقوموا بنطوا شو بيقولوا؟ بيقولوا لها ست شاكيرا على القليلة بطاريتنا بتهدي على عكس علاقتك أنت وبيكيه. بس مروة أنا سمعت إنه مش عن جد كاسيو حكوا هيك. خالدي نميمة ما في داعي تكون دقيقة. آسف. وما حدا عم ينكر إنه شاكيرا غلطت بهذا التشبيه، نشبه النساء بالساعة وحلوى المكشوفة وسيارة غلط. بس هو طلع على روحه، يعني رايح كان عم بيختلس مصاري باسمه، كله 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 فضحته بالغنية، لازم تسمعوا الغنية. عم بيختلس مصاري باسمه، مسكنها مقابيل أمه، يعني ما علي خانة وفل، وهلأ هي قاعدة مقابيل حماتها السابقة. مش منطق. مهم يا شاكيرا خليكي على موقفك، الله يرضى لي عليكي، مش بكره نسمع انك رجعتي له مثل ما شيرين عملت مع حسام. لا، وشيرين ترجع لحسام، بترجع تروح تعمل حفله بالكويت وبتسال الجمهور بتحبوه لحسام، بيقوم بيقولوا له لا ما نحبه. منين بدهم يحبوه بعد كل اللي حكيتي لنا اياه عنه يا شيرين؟ منين بدنا نحبه؟ انت اصلا ليش بعدك بتحبيه؟ طب ياسمين عز شو قصتها؟ ياسمين عز قصتها غير، ياسمين عز ما بعرف يعني بتحرض على النساء، بتحكي حكي أنا ضده تماماً، كلنا ضده الصراحة، فقامت القيامة عليها يعني، وفي ناس متشكين عليها. هلأ منى العمدة تهمتها شوي، كيف بدي أقول، يعني وقفوا برنامجها لأنه أسلوب أو أنه صوتها شتوي، ما بعرف جماعة، ما بعرف كيف بدي لكم إياها، بس إنه للصراحة يعني ما بعرف. أنا كمان مثلاً صوت عمر أديب ما بيعجبني، هيوهن ما وقفولوش برنامج، ما بعرف. عكل حال شو قلنا علاقة بالعالم، كل واحد يصطفل. التعليق الثاني معنا لليوم من ملك الدهاليز بيقول: يا جماعة فكرتوا أنتوا أنه يمكن هلأ قصص حسام وشيرين وبيكي وشاكيرا وياسمين عز ومنى اللي عم تنتشر هي عشان تلهينا عن الأزمة الحقيقية اللي عم بتصير؟ لا صراحة أنا شخصياً ما فكرت هيك، لأنه المؤامرات مش لعبتي، لعبة نيكولاس. أنا شخصياً اختصاصي النميمة. التعليق اللي بعده من عبلة عاشقة الطبلة بيقول: يعني أنتوا يا فريق يا صليت يا إخباري عاملين حالكم مش عارفين أنه الأزمة الاقتصادية على الكل، على الدنيا كلها، شو بدكم تعمل الحكومات يعني؟ لا، نحن ما بدنا الحكومات تعمل ولا إشي، نحن مش متوعين إذا عملوا بيتحسن الوضع، ونحن ما عم ننتقدهم، نحن عم نحسدهم، نحن بدنا يعلمونا هن شو عم بيعملوا كرمال نحن نعمل، كرمال إنه كل الناس عم تموت من الجوع وهن وضعهم تمام، فنحن بدنا نكون وضعنا تمام. التعليق الأخير من ألف خاء بيقول: متى الإجازة؟ خالدي بعدنا رجعين. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا كلام؟ معنى هذا كلام من هون الآن كما عودناكم لنعودكم دائما، أترككم مع فيديو الأسبوع. جاكارا بجويس، جاكارا فيكي، واو واو.
ليه بتنادي على جوزك بدون ألقاب؟ يعني فين درس تفخيم الزوج اللي درسناه كلنا زمان؟ فين؟ ليه نسينا الدرس ده؟ ليه نسينا الموضوع ده؟ فكروني نعمل حلقة بعنوان تفخيم الزوج. نسيتي؟ أفكرك بيه. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا؟ قولي لجوزك يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد تحب تشرب إيه؟ اسمعي مني تكسبي. لو جوزك اسمه محمد قولي له باللقب ده، يا أستاذ محمد. مفيش حاجة اسمها محمد، لغوها خلاص. ما تاكليش آخر حرف من اسم الراجل بعد إذنك. أنا نفسي أفهم شو المدرسة اللي كنت تدرسي فيها اللي بتدرس مادة تفخيم الزوج. أنا ما مرت علي هاي المادة، بجوز لأني شاب. مروة مرت عليكي؟ لا. جويس؟ لا والله. شفتي ما في. وين كنت تدرسي؟ واو وين كنت تدرسي؟ بعدين رسالة لكل نساء الكوكب، ردوا علي. لا، ما تنادي زوجك يا أستاذ فلان، يا أستاذ محمد، أو يا أستاذ خالدي، أو يا أستاذ هشام، أو يا أستاذ طارق، أو يا أستاذ نيكولاس. ما تعمليش هاي الغلطة، لأنه أنا لو متزوج وترن علي مرتي تحكي لي وينك يا أستاذ نيكولاس، بخاف، بفكر حالي عامل عملة أو كشفت إشي عامله، بخاف. أنا لما أبوي كان يرن علي يحكي لي تعال يا أستاذ نيكولاس، عارف إنه الليلة حنجرت بالكشاط. لا، بلاش أستاذ، خليك على الشتوي. كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمد، جاسم العلي، فريق العمل الصليت الإخباري. واحد واحد، لنا لقاء آخر. شو كيف كانت الأجازة يا طائر طارق؟ وايد برشا، وايد برشا، زين منيح خيو. شو ما فهمت شو اللهجة؟ أنت مش المفروض مصري؟ في مصر بيأكلوا رجلين دجاج دلوقتي. أنا مش مصري. مش مصري. أوكي. لا بس رواء، ما أنت ديك، ما أنيل منها من يعني معنى كده ان مقاس رجلي اكبر 43 يعني وجبه عائليه. اجنبي. طيب انا بعلمك خليجي. هم الدول ما بعد كلش زين ايش.